بغداد تفور بالإقالات والحبس والاستجواب، الفصائل الحليفة لإيران تبدأ مشوار الإطاحة بالكاظم. السلاح المنفلت يحبس نبض بايدن في بغداد، والكاتيوشا تسبق الحوار على النووي الإيراني. تشرين تسخر من حفلة التحريض الطائفي، لقد صرتم ناسيا منسيا. ديقار تدشن العام الجديد بثماني حالات انتحار، عزلة كورونا وغسل العار في صدارة الأسباب. أهلا بكم. يتجدد خرق هدنة الكاتيوشا من فصائل تقول إن واشنطن إنها موالية لإيران. الملف الموصوف بأنه صداع العراق في رأس بايدن في أول أيام ولايته، فيما تتجه أنظار الفصائل وصنع القرار في المنطقة إلى الرئيس الجديد. هل سيكون مثل سلفه ترامب أم سيفاجأ بمناورات جديدة؟ في المقابل خصصت السفارة الأمريكية 20 مليار دولار لتأمين المنطقة الخضراء عبر فريق الهندسي، يضع خططا لبوابات جديدة. وفي الملف أيضا مساعا تقودها الفصائل عبر ممثليها في البرلمان لاستجواب الكاظمي تمهيدا لعزله. ومع تجدد القصف بصواريخ الكاتيوشا على المصالح الأمريكية، تؤكد مصادر سياسية رفيعة ليو تي في أنه اختبار لردود أفعال الإدارة الأمريكية الجديدة. نتابع. الكاتيوشا تتجدد معلنة بدء صداع العراق في رأس بايدن، فبعد أقل من أسبوع على تسنمه المنصب استهدفت فصائل تقول واشنطن إنها تولي طهران 5 أرتال دعم لوجستي تابعة للقوات الأمريكية بعبوة ناسفة، إضافة إلى قصف صاروخي طال محيط مطار بغداد الدولي حيث قاعدة فيكتوريا الجوية. تقول التقارير الأمنية إن صاروخي كاتيوشا استهدفا محيط المطار قرب القاعدة الأمريكية قبل أن تسقطهما منظومة سيرام الدفاعية، فيما سقط آخر على أحد المنازل في حي الجهاد. وبحسب المصادر فإن القصف تسبب بأضرار في مخازن للأليات والمعدات التابعة للمطار. السفارة الأمريكية في بغداد أعلنت بدورها تخصيص 20 مليون دولار لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الخضراء، مبينة أن الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين يضع خططا لبوابات جديدة. تجدد خرق الهدنة وتكثيف الهجمات على المصالح الأمريكية خلال أول أيام بايدن يضع الإدارة الأمريكية الجديدة أمام خيارات حاسمة، وهو ما أكدته مصادر سياسية رفيعة ليو تي في قائلة إن الاستهداف يدشن أولى المناورات الإيرانية مع بايدن على أرض العراق لاختبار ردود أفعاله ومقارنتها بسياسات سلفه ترامب. هذا وكشفت مصادر سياسية رفيعة عن تحركات لسحب ثقة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقودها فصائل حليفة لإيران على خلفية إقالة مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية. وقالت المصادر ليو تي في إن زعماء الفصائل دعوا ممثليهم في البرلمان العراقي إلى مناقشة فرص الإطاحة بالكاظمي للبدء باستجواب ثم سحب الثقة منه. وكان الكاظمي قد قال كبار ضباطه على خلفية تفجير ساحة الطيران، أبرزهم قائد عمليات بغداد ومسؤول خلية الصقور، ما أثار ردود أفعال حادة من جماعات شيعية نافذة وجدت في تلك القرارات ضربا لنفوذها الأمني والاستخباري. في المقابل غرد الحساب المثير للجدل في موقع تويتر المعروف باسم أبو علي العسكري أن الكاظمي هو من يجب طرده في إشارة إلى التغييرات الأمنية الأخيرة. وتأتي هذه التوترات بالتزامن مع استئناف هجمات الكاتيوشا على قاعدة أمريكية في بغداد والعبوات الناسفة على أرتال تابعة لقوات التحالف الدولي. حول جلسة مجلس النواب ينضم إلينا مراسلنا في بغداد أحمد مؤيد. مرحبا بك أحمد. من خلال تواجدك في مجلس النواب والجلسة التي عقدت اليوم، هل تحدثت مع نواب بشأن قرار إقالة بعض الضباط الأمنيين؟ كيف وجدوا هذا القرار؟ مساء الخير سفيان. بداية مجلس النواب كعادته منقسم في القرارات وفي حتى القوانين التي يصوت عليها. قرار الإقالات والتغييرات الأمنية التي حدثت
أخيرا من قبل السيد رئيس الوزراء. يراها البعض أنها قرارات صائبة وربما هي خطوة جريئة تحسب لرئيس الوزراء باعتبار القائد العام للقوات المسلحة بعدم الرجوع للكتل السياسية، بعدم أخذ المشورة منهم، إقالة جماعية، إقالة عدد من المسؤولين بطريقة مباشرة. البعض الآخر يرى أن هذا القرار قرار خاطئ ربما سيزيد ويعقد الأمور الأمنية أكثر، وبعض النواب من مختلف الكتل السياسية طالبوا بأن أول المقالين يجب أن يكون السيد الكاظمي على اعتباره هو القائد العام للقوات المسلحة. بالتالي هناك انقسامات حول هذا القرار بين أعضاء مجلس النواب، بين الكتل السياسية. نعم ديار، نعم سفيان، عفوا. طيب، هل ناقش مجلس النواب تداعيات تفجير ساحة الطيران؟ ما هي ردود الأفعال لو تضعنا في الصورة؟ سفيان، اليوم جدول الأعمال خلا من أي مداخلة للجنة الأمن والدفاع بخصوص تقرير ما حدث في ساحة الطيران. بعض النواب اكتفوا بتصريحات إعلامية لمختلف وسائل الإعلام بالاستنكار والاستهجان لما حصل في ساحة الطيران. يعني هناك دعوات للقادة الأمنية والأجهزة الأمنية بأن يكون تفعيل دور يعني جهد الاستخبارات أكثر. بالتالي ما حصل في ساحة الطيران يراه بعض النواب تحديدا في لجنة الأمن والدفاع هو إخفاق لجهد الاستخباراتي سفيان. نعم. يعني هذا أبرز ما تم اليوم في جلسة مجلس النواب. رسميا لم يناقش الموضوع داخل قبة البرلمان في الجلسة، لكن في المركز الصحفي بعض النواب يعني أعطوا تصريحات استنكارية، والبعض الآخر اكتفى بالحداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. نعم سفيان. نعم، أحمد مؤيد مراسلنا في بغداد، أشكرك جزيل الشكر. وعن تجدد استهداف المصالح الأمريكية في بغداد، قال عضو مجلس النواب حازم الخالدي إن ربط فوز بايدن بأحداث العراق أمر غير منطقي. لا أعتقد أن هنالك ربط بين قضية التصويت أو تسنم جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وبين ما يحدث في العراق. على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الأمنية والاستخبارية ومعالجة الخلل وعدم الركون أو الاتكاء على مبررات ليست منطقية. ولمناقشة مستفيضة حول ملف استهداف المصالح الأمريكية في أول أيام بايدن، ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي رمضان البدران. سيد رمضان، مرحبا بك. استهداف المصالح الأمريكية في هذا التوقيت يراها البعض تهديدا مبطنا للكاظمي، لا سيما بعد تغييره قيادات أمنية كبيرة، وهو أيضا ما أثار حفيظة جماعات موالية لإيران تريد إثبات نفوذها على الأرض. هل تتفق مع هذا الطرح؟ طبعا لا شك ان الاستراتيجيه الميليشيات ولا سيما الاستراتيجيه الميليشيات المدعومه من ايران هي استراتيجيات بقيت ثابته وهي مستمره على ما بدات به. هذه الميليشيات وهذه القوى هي ليست ميليشيات فقط، وانما لديها ذراع سياسي كامل في البرلمان، لديها انتشار كبير في داخل اروقه الدوله المدنيه والعسكريه. وبالتالي هذه منظومه متكامله. الكاظمي يحاول أن يفكك هذه المنظومة أو يعمل بالضبط من هذه المنظومة، وهذه عملية ليست بالسهلة تماما. هو بين المطرقة والسندان، وبالتالي عملية الإرهاب وتجدد اختلال وضع الأمن الحالي يضع الكاظمي في وضع لا يحسن عليه، لأنه يطلب منه أن يتخذ إجراء معين، وفي الحقيقة أي إجراء يتخذه هو سيصطدم في هذه المنظومة، وبالتالي سوف يكون تحت هذا الضغط السياسي والعسكري من جهة أخرى. محاولة لتغيير منظومات القيادة السياسية طبعا يحرك الجناح السياسي لهذه الميليشيات في البرلمان، وبالتالي المالكي مرة أخرى ينحصر بين قوى السلاح وقوى اللا دولة وبين البرلمان، وهذه حقا قضية معقدة جدا قد يكون لها علاقة مؤكدا في تغيرات الوضع في أمريكا، ولكن بشكل عام ليس كثيرا في هذه المرحلة. سيد رمضان، ونحن نتحدث عن التغييرات، هناك يعني تسريبات كشفت أن هذه التغييرات التي يجريها الكاظمي أثارت غضب الفصائل التي بدأت بحراك لسحب الثقة منه، فهل دخل الكاظمي فعلا على خط المواجهة مع النيران الخارجة عن سلطة الدولة، وما هي أبعاد هذه المواجهة؟ من غير شك أن كامل المنظومة القائمة في العراق هي منظومة مدجنة لصالح الميليشيات، وهي مدجنة لصالح قوى لا دولة قائمة في الوقت الحاضر، وبالتالي أي تلاعب في هذه المنظومة هو يعتبر استفزاز ويعتبر اصطدام مباشر مع هذه المنظومة المترسخة عبر سنوات في الدولة المتشربة في كل أروقتها. فلا شك أن هذه
من الواضح ان الميليشيات بدات تحرك الجناح السياسي وبدات تلوح باستدعاء الكاظم واقالته بمقابل هذا التحرش او هذا التعدي على كسر هذه المنظومه المتوازنه. فلا شك ان الكاظمي اذا استمر بهذا النهج هو في مواجهه حقيقيه، ولا شك ان القوه السياسيه والقوه العسكريه والقوه الميدانيه والقوه التعبويه لدى هذه الميليشيات تمكنها من ان تواجه، خصوصا في غياب ظهير قوي لمنظومه الحكومات. طيب. سواء في العراق او خارج بعد غياب ترامب. هذا على المستوى الداخلي، اما على المستوى الدولي تعتقد سيد رمضان ان الرسائل الكاتيوشا التي استهدفت مطار بغداد هذه المره موجهه الى بايدن في اول ايام تنصيبه، سينجح برايك بايدن فيما اخفق فيه سلفه ويتمكن من حسم ملف الكاتيوشا؟ طبعا هي الحقيقه هي استمرار لعمليه التحدي للوجود الامريكي في المنطقه، ولكن طريقه رد الفعل الان اختلفت لدينا. اتوقع ان بايدن في استراتيجيته وبناء استراتيجيته القادمه يريد ان يقدم الحوار قبل الضغط، ترامب كان يضغط ثم يريد ان يحاور. القضيه الثانيه ترامب كان مواجه بشكل مباشر، بايدن يتجنب المواجهه، وكذلك الرسائل التي ارسلتها حكومه بايدن في الوقت الحاضر هي تصب لصالح حقيقه قوى لا دوله بمقابل الدوله، منها افضل او اوضح المشاهد هي في اليمن عندما تذهب حكومه بايدن لاعاده النظر في تصنيف الحوثيين كمنظمه ارهابيه وتقطع الدعم للحكومه السعوديه ولا تذكر نهائيا الشرعيه الحكومه الشرعيه في اليمن. بالتالي هذه الثالوث من المعادله يقول لنا ان بايدن يريد ان يبدا من بدايه لا يراعي الزمن وتطوراته ولا يراعي ما يجري على ارض الواقع، وهذه مشكله حقيقيه يقراها الميليشياويون في العراق وفي كل مكان، انها بطاقه او ضوء اكبر لتمدد اكثر لهم على ساحه وعلى ارض الواقع. ونحن نتحدث عن عوده الكاتيوشا الى المشهد مجددا، بغداد تشهد تاهب امني كبير بعد تفجير ساحه الطيران، لكن الكاتيوشا اخترقت نيرانها هذا التاهب، كيف تقرا هذه المفارقه في هذا التوقيت بالذات؟ لا تريد الكاتيوشا لا تريد ان تغيب عن المشهد باي شكل من الاشكال، تريد ان تقول نحن هناك في كل حال من الاحوال، وبالتالي هذا الحضور طبعا اضافه الى ضجيج الارهاب وضجيج التفجير الذي حصل في ساحه عدن، الكاتيوشا تريد ان تقول نحن هناك وهذا ملف اخر قد فتح الى جانب ملفنا، وبالتالي نحن هناك وهذا الملف يعتبر ملف اخر ولا نعلم مدى التكامل او او التعاضد بين هذين الملفين باتجاه الدوله وباتجاه الحكومه وباتجاه الوضع العام الامني بشكل عام. فالتاهب الامني حقيقه مطلوب ولكنه ثبت سابقا انه غير قادر. الباحث في الشان السياسي سيد رمضان البدران، شكرا جزيلا لانضمامك الينا. إذن تداعيات تفجير ساحة الطيران نتابعها مع الزميلة فاطمة الملائكة، إليك فاطمة. شكرا سفيان. التزامني مع تفجيري ساحة الطيران والبابا الشرقي وسط بغداد ظهرت خطابات ذات محتوى طائفي تهدف إلى إلصاق العمل الإرهابي بأحد المكونات العراقية، عاكسة شكلا من أشكال الصراع بين الدولة واللا دولة، بعد أن كانت الطائفية سلوكا شائعا بين الأوساط السياسية والأحزاب الحاكمة. هذا الملف نفتحه بعد الفاصل، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. اليوم تشرين لها كلمتها وموقفها إزاء الخطابات الطائفية ومساعي التفرقة. كتابات وأحاديث متلفزة
نظر إليها على أنها ذات محتوى طائفي محرض، ظهرت مباشرة بعد التفجيرين الدمويين الأخيرين في بغداد، ما أثار استهجان كثير من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي. الظاهرة ليست بالجديدة، ويلاحظ أنها تبرز مع الكوارث والأحداث المأساوية لتشكل علامة من علامات الصراع القائم بين الدولة واللا دولة في العراق بعد التحول الذي أحدثته تشرين على الصعيدين السياسي والاجتماعي، متمثلا برفض السلاح المنفلت والمطالبة بسيادة القانون وإدانة كل أشكال الاستقطاب الطائفي. لكن رسالتنا من الأنبار لهم للطائفين، لقد صرتم نسيا منسيا. نقول للطائفيين لقد صرتم نسيا منسيا على مدار سنوات من الحكم الأحزاب الطائفية. نقول للطائفيين قد صرتم نسيا منسيا. وكناشطين نقول للطائفيين لقد صرتم نسيا منسيا، وإن شاء الله العراق يبقى واحد وإحنا دمنا واحد، وابن الجنوب يجعل ابن الغربية. على مر سنوات كانت الخطابات الطائفية تتصدر المشهد العراقي حاملة أهدافاً باتت معروفة ومكشوفة، غير أن ثقل تشرين أسهم في التصدي لها، حيث كشفت هذه الحركة عن صعود غير مسبوق في الروح الوطنية الجامعة وتحول اجتماعي وفكري تقوده فئة الشباب خصوصاً في الطريق نحو تغيير قواعد العمل والانتقال السياسي. قصص مأساوية كلها خلفها تفجير الطيران المزدوج، قصة علي وعمر واحدة منها، نستعرضها في التقرير التالي. بصوته المبحوح هذا وحزنه العميق يستقبل لؤي النعيم المعزين باستشهاد ولديه في هجوم الطيران المزدوج. الحدث جلل ولا كلمات تسعف المكلوم. هنا علق علم العراق أعلى مجلس العزاء، وتحته يجلس المعزون بمختلف انتماءاتهم. مصاب أبو علي وعمر فاجعة كل العراقيين. أن هذان الاسمان عمر وعلي هم أبناء أم وأب، يمثلون الطيف العراقي بالكامل. إذن هذا العمل هو يشمل العراقيين جميعا. قصة الشهيدين واحدة من عشرات القصص المأساوية التي خلفها التفجير المزدوج، الهجوم الأكثر دموية في بغداد منذ 3 سنوات، كشف عن هشاشة أمنية وثغرات سياسية سرعان ما تسلل إليها الإرهاب. أثناء هذه الحادثة فجر نفسه الشخص الآخر، الإرهابي الآخر اللي فجر نفسه بعد أن تجمهر المواطنون لإخلاء الجرحى، كانت هنالك التفجير الثاني اللي سقط بعدد من الشهداء. بالماء غسلت مسارح الجريمة، لكنها لم تزل مخاوف العراقيين من عودة أيام وأسابيع دامية. خروقات أمنية تغذيها توترات داخلية وتغييرات سياسية دولية. ناشطون من مختلف المدن رفضوا إعادة الخطاب الطائفي بعد وأده، وأكدوا أن تشرين ومطالبها مثلتها مطالب العراقيين. التظاهرات هي خرجت لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، خرجت هذه الثورة لنبذ الطائفية أنهم يمثلون كل طوائف الشعب العراقي. ثورة تشرين أكيد انطلقت من رحم المعاناة للشعب العراقي بسبب الظلم والطائفية وقلة سوء الخدمات. أكيد إحنا كأبناء محافظة صلاح الدين لم نخرج بهذه الثورة، لكن قلوبنا كانت معهم قلبا وقالبا، وإلى هذه اللحظة إحنا قلوبنا معهم، لأن هم خرجوا من أجل التغيير، من أجل مطالب الشعب العراقي جميعا، ليس مطالب شخصية. أكد إعلاميون وناشطون موصليون أهمية ثورة تشرين في نبذ الطائفية وتصحيح مسار العملية السياسية، قائلين أن تشرين وأدت الطائفية والطائفيين. اليوم الشعب قوي ومتوحد، والمظاهرات اللي صارت بتشرين هي كانت
انطلاقة حقيقية للشباب العراقي لقول كلمة واحدة وهي لا للطائفية. شبابنا اليوم خروجهم نابذين للطائفية، ويعني كانت رسالة للذين يدعون للطائفية، رسالة من قبل شبابنا أنه الطائفية أصبحت نسيا منسية. ثورة تشرين هي ثورة ضرورية جدا، احنا من محافظة نينوى وتحديدا من مدينة الموصل عندنا وقفة ضرورية جدا مع أهالينا في مدينة بغداد حتى تكون وقفة مسالمة لهذه الثورة، نتخلص من الطائفية أو ما نرجع نكرر الطائفية في بلدنا الحبيب. الفلوجة أيضا شاطرت ضحايا تفجير الطيران، إذ بادر مواطن بتوزيع أكواب الشاي مجانا على أرواح الشهداء. لا يعرف جوع البسطاء إلا البسطاء، وهم أكرم الناس وأرقهم قلبا. هنا وسط سوق الفلوجة وبعد استشهاد بائع الشاي إثر تفجير ساحة الطيران، آثر أحد بائعة الشاي توزيعه على روح نظيره في المهنة الذي تناثرت دماؤه وأكوابه في ساحة التفجير المزدوج. بادرنا اليوم في الشاي على روح الشهداء في ساحة الطيران، وخاصية الشهداء وبثوابهم الشهيد أبو الشاي. أنا كأبو الشاي أشوف اليوم نطلع 5,000 دينار على مود نروح ناخذ عيشة جهاننا. الله يساعد أهله وناسه وأطفاله على هيك جريمة بشعة. مبادرة تعبر عن التقارب الإنساني والوطني في بلد حاول الإرهاب تمزيق وحدة صفه ولم ينجح. اليوم من الصبح قعدنا شفنا الأخراد بهاي مبادرة الحلوة لوزع الشاي على روح الشهيد واسمه شاي الشهيد. المبادرة مو غريبة إنه على الأنبار ولا على العراقيين جميعا، وهذا ما يدل على اللحمة الوطنية. إنه الشمبر مات اليوم شيء بسيط، إنه هو حالته بسيطة، وشوف أقدم هاي المبادرة فشيء حلو هذا يعني. بكل ما يملك صاحب هذه المبادرة أعطى وتبرع، تاركا أوجاعه أمام حب إخوان فقدهم لا يعرف عنهم سوى أنهم ضحايا جريمة يندى لها جبين الإنسانية. نبيل عزام، يو تي في، الأنبار. ومن النجف تنضم إلينا الأكاديمية في جامعة الكوفة الدكتورة إسراء العبودي. أهلا بك دكتورة إسراء. يعني كانوا شطاء، بادرتم بحراك إصلاحي، ما هي ردة فعلكم على الخطاب الطائفي وعودته، وكيف سيؤثر على تحقيق مطالبكم الإصلاحية؟ إن كنت تسمعيني دكتورة إسراء. دكتورة إسراء هل تسمعيني؟ طيب إذن سنعاود الاتصال مرة أخرى بضيفتنا العزيزة. هذا كل ما لدي، هذه انتقالة إلى الزميل سفيان. شكرا فاطمة. أهلا بكم مجددا. في هذا الملف يرصد مراسلون في المدن المحررة نشاطا متصاعدا للمشاريع الصغيرة ونموا في الاستثمارات في قطاع الإسكان.
الرصد سجل أيضا انعكاس الوضع الأمني في تلك المدن على تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للعمل فيها. في تحديد مستثمرو الإسكان يخلقون تحولا اجتماعيا وثقافيا من خلال إنشاء مجمعات حديثة تحمل معها شكل أساليب حياة عصرية، فضلا عن نشاط في القطاع الأهلي والاستثمار الوطني لتلبية حاجة السوق. عشرات المجمعات السكنية وفق مواصفات عالية شبيهة بمجمعات إقليم كردستان هنا في مدينة تكريت، حيث شهدت استقطاب العديد من المستثمرين العرب لإنشاء مجمعات استثمارية، إذ بدأ القطاع الخاص العمل بها للحد من ظاهرة أزمة السكن التي تعيشها مدن صلاح الدين. على غرار الصورة الإيجابية في أربيل وكردستان، تم نقلها إلى مدينة تكريت، حيث لاحظنا بتقليل أزمة السكن والبناء بصورة حضارية بعيدة عن بناء العشوائيات. نظام الأقساط والتسديد على دفعات دفع أبناء تكريت إلى شراء تلك الوحدات السكنية المبنية بالنظام الأفقي، فيما يقول مختصون إن المجمعات الحديثة تحمل معها شكل حياة جديدة وتساهم في التحولات الاجتماعية والثقافية. الأشكال الهندسية كما تكلمت، يعني أنه هي أكيد ناتجة عن شركات متخصصة في هذا المجال، وإحنا نشجع طبعا أنه أن يدخل الاستثمار بأوسع أبواب المدن، يعني على أقل تقدير يخفف من وطها العبثية والاختيارية اللي يعني تكون غير منضبطة. حقيقة المدن الآن هي غير منضبطة معماريا وغير منضبطة أيضا حتى حضاريا، ولهذا إحنا نشجع على أماكن استثمارية مهمة يعني تدخل بها جهات هندسية متخصصة ورصينة. فشل الساسة وقوة يقودها الحزب والعشيرة، يقابله نشاط في القطاع الأهلي والاستثمار الوطني والأجنبي لتلبية حاجة سوق العقار في تكريت. من صلاح الدين، محمد السامرائي، يو تي في. الأنبار التي كانت توصف بالمنكوبة بسبب الدمار الذي خلفه داعش عادت بعد تحسن الأمن لتصبح مركزا نشطا لأعمال البناء والإعمار. هكذا يبدو المشهد في الأنبار عاصمة البناء والإعمار، فبعد انهيار الدولة وما رافقه من دمار يقدر ب80% في العديد من مدنها، باتت مظاهر الاستقرار والأمن تتفوق على مظاهر الحرب، فالإعمار مرتبط بالأمن المستتب وهو الحاصل في المحافظة. اليوم مديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار خلال العام 2020 تمكن من إلقاء القبض على 366 إرهابي واكتشاف جميع الحوادث المرتكبة ضمن المناطق السكنية. الاستقرار الأمني والعمراني يؤهل الأنبار لتكون في مصاف المحافظات المتقدمة، هذا ما يقوله المختصون، فأكثر من 3000 مشروع استراتيجي وخدمي توزعت على أقطاب رئيسية 3. الأول مشاريع نفذتها المحافظة تبلغ نحو 2200 مشروع، في حين أنجز صندوق إعادة الإعمار قرابة 700 مشروع. أما منظمة UNDP فأسهمت في إنجاز أكثر من 2200 مشروع، كانت كفيلة بإظهار الأنبار بحلتها الجديدة. أعتقد أن الأنبار ستشهد نهضة عمرانية في المرحلة المقبلة، سيما مع غياب الإرهاب من على المسرح الأنباري. الأنبار عاصمة البناء والإعمار، هذا ما أعلنت عنه تنسيقيات المحافظات للتعايش السلمي، لتخرج الأنبار من بوتقة الدمار والتخريب إلى فضاء الأمن والاستقرار. بعد التوقيت على الله وقرار لجنة المتابعة لشؤون المحافظات لتنسيقية المشروع الوطني للتعايش السلمي وبالإجماع وفي الواقع الحالي، نعلن الآن رسميا في العراق الأنبار عاصمة البناء والإعمار. المحافظة التي كانت توصف بالمنكوبة عادت لتداوي جراحها بضماد الأمن والإعمار ولينعم أهلها بالاستقرار الذي غاب عنهم لسنوات. من الأنبار، أنمار العاني، يو تي في.
إذن لتسليط الضوء أكثر على عاصمة الإعمار في العراق ينضم إلينا من الأنبار مراسلنا نبيل العزامي. مرحبا بك نبيل. إذن محافظة الأنبار تحاول جاهدة نفض غبار الحرب عنها وتتطلع إلى أن تحتل صدارة سباق الإعمار والبناء. اليوم وبعد 7 سنوات على التحرير، كيف يبدو مشهد الإعمار في المحافظة؟ نعم سفيان، ربما أثر الأنباريون على أنفسهم أن يأخذوا من تجارب المدن التي نزحوا إليها فرصة لإعمار محافظتهم، ونلاحظ هنا في محافظة الأنبار وجود عدد من المشاريع الجديدة. اليوم المحافظة انتقلت من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة الإعمار المباشر، وكذلك بدأت بفتح مجال السياحة والمجالات الترفيهية في عموم أقضية محافظة الأنبار، لكن هناك موازنات ربما تقف عائق أمام تنفيذ هذه المشاريع، وكذلك ضافت جائحة كورونا عاملا معرقلا لتنفيذ عدد من هذه المشاريع. نعم نعم نبيل، هل شمل الإعمار جميع مدن المحافظة أم هناك مدن يعني لم تشهد هذه النهضة العمرانية؟ نعم طبعا، بطبيعة الحال مدن محافظة الأنبار تم تحريرها، يعني كان هناك تنوع، لذلك كانت فرص المدن التي استعيدت قبلا هي كانت الأوفر. محافظة الأنبار كمركز وكقضاء الفلوجة ربما هي أكبر المدن في المحافظة كثافة سكانية، وكذلك يعني مساحة لها مشاريع كثيرة وعديدة، لكن بذات الوقت هذه المشاريع ربما تعاني من تلكؤ. نعم. الموازنة المخصصة من الحكومة الاتحادية لإعمار المحافظات والتي تبلغ 2 تريليون، حصة محافظة الأنبار منها هي 95 مليار، وهذا المبلغ بحد ذاته لا يكفي لسد حاجة الشركات التي تنفذ هذه المشاريع في عام 2020 والسنوات السابقة، علما أن هذه المشاريع ربما وصلت نسب الإنجاز فيها إلى أكثر من 90%، لكن هناك مطالبات اليوم بضرورة صرف ما مستحقات لهذه المشاريع لكي يتم إكمال عدد منها وفتحها، كونها ستساهم بتوفير خدمات أكثر للمواطنين في عموم المحافظة. طيب. أما المحافظات المدن الغربية ربما هناك مطلب أساسي وهو تنفيذ الطريق الغربي أو ما يسمى بطريق الموت، هناك مطالبات من الحكومة المحلية بضرورة إطلاق اليد لها وأخذ صلاحيات من الوزارات الاتحادية لتنفيذ عدد من المشاريع هذه. نعم سفيان. طيب نبيل، هل وفرت هذه المشاريع التي تتحدث عنها في محافظة الأنبار فرص عمل لأبناء المحافظة وللعاطلين وحتى لمن يحملون شهادات تؤهلهم للعمل في هذه المشاريع الاستثمارية؟ نعم، يعني هذا بطبيعة الحال اليوم ربما قل، خصوصا خلال العامين الماضيين نلاحظ قلة في عدد العاملين عند مصادر العمال التي كانت سابقا وخلال السنوات الماضية تتواجد بكثافة في هذه المناطق. اليوم هناك حتى يعني على سبيل المثال أسطات البناء وكذلك العمال والمعدات والآليات التخصصية نراها محجوزة من قبل الشركات الاستثمارية، وهناك أيادي عاملة كثيرة في محافظة الأنبار، وهناك أيضا عدد من الخبرات الوافدة من خارج المحافظة لتنفيذ مشاريع في المحافظة خصوصا مشاريع الإعمار، لكن يتطلع الأهالي والسكان وكذلك الإدارة المحلية إلى تخصيص ما ليستحق، خصوصا وأن المحافظة وجهت هذه الأموال خلال السنوات الماضية لإعمار العدد من المشاريع التي دمرتها العصابات الإرهابية في الفترة الماضية. نعم نبيل، الوضع الأمني بالأنبار إذن مستقر ويخلو من مظاهر الحرب، يعني هل هذا يوفر بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين الأجانب؟ يعني كان في المعتاد وعند خارطة المدن الأكثر استقرارا كانت محافظة الأنبار يؤشر عليها اللون الأحمر في خارطة الاستثمار. اليوم الأنبار خرجت من هذا التصنيف ودخلت إلى خارطة المناطق الأكثر استقرارا. محافظة الأنبار وأقضيتها جميعها هي اليوم خالية من مظاهر التسلح، وكذلك قليل يحدث فيها نوع من الجرائم
يعني الجرائم الجنائية تحديدا، أما الجرائم الإرهابية فمسيطر عليها من قبل عناصر الأمنية التي تنتشر، وهناك تعاون ما بين المواطن وكذلك رجل الأمن لاستقرار هذه المناطق. لكن هناك مطالبات بأن تكون لدى الجهات المستثمرة الجدية الكافية، وكذلك أن لا تكون هناك قيود من الحكومة الاتحادية في بغداد لفرض إجراءات ربما تكون معقدة وبيروقراطية للشركات التي تتجه للاستثمار في محافظة الأنبار بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة. من الأنبار مراسلنا نبيل العزامي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. أهلا بكم مجددا. بثماني حالات انتحار دشن الديقار العام الجديد، عزلة كورونا وغسل العار في صدارة الأسباب. في هذه الصور الشرطة المجتمعية في ديقار تمنع شابا حاول الانتحار من فوق جسر الحضارات وسط الناصرية بعد أن سكب البنزين على بدنه. هي واحدة من محاولات الانتحار الفاشلة، لكن عشرات غيرها نجحت وراح ضحيتها شباب وشابات في مقتبل العمر في حصيلة تبدو الأعلى بين المحافظات تسجلها ديقار للعام الماضي. تحولت من حالة إلى ظاهرة، هي الحالة الظاهرة هذه تشمل كل العراق، لكن كمتتبعين لمحافظة ديقار والمتتبع للتسلسل البياني أو الإحصائي له هذه الجريمة نلاحظ أكو ارتفاع سنة بعد أخرى. الأسبوعان الأوليان من هذا العام سجل 8 حالات انتحار في نسبة فاقت 10% من الحالات المسجلة في العام الماضي، وهو باعث قلق كبير لدى المختصين هنا. حالات الانتحار لعام 2019 55 إلى 58 حالة، أما في عام 2020 ارتفعت هذا الحالة بسبب الأوضاع الاقتصادية يعني والكساد، وكذلك بسبب مرض كوفيد 19 كورونا، حيث زادت أعداد المنتحرين إلى 63 حالة. وتتصدر محافظة ديقار على مدى العقد الأخير المحافظات العراقية بحالات الانتحار، يدفع المختصين هنا إلى توصيف هذه الظاهرة بالمستفحلة، مع فشل حكومي ومجتمعي وغياب تام للحلول الآنية والمستقبلية. ارتفاع هذه الحالات يرجع إلى عدة أسباب، لربما الأسباب الاجتماعية، عملية العزلة اللي فرضتها كورونا، التشنجات السياسية اللي تعرضت لها المدينة بالآونة الأخيرة، تعطيل بعض المؤسسات وعمل المؤسسات، جعل الأفراد محاطين بنسبة من الإحباط. تسويق جرائم غسل العار كحالات انتحار واحد من الحقائق الغائبة عن سجلها البياني، سيما وأن هذا السجل يرصد تقدما فيه للإناث على الذكور، ما أثار مخاوف لمنظمات مدنية. من الناصرية، أحمد السعيدي، UTV. بعضهم يعيل 10 أشخاص وخلف كل واحد منهم حكاية مؤلمة، مدرسة تعلم بالمجان أطفال تقاطعات في البصرة. عالم جديد يبعد كثيرا عن عالم التسول والبيع قرب الإشارات الضوئية، فتحت أبواب مستقبله مدارس النخيل الأهلية لهؤلاء اليافعين من خلال جمعهم من الشوارع لتعليمهم مجانا بعدما دفعهم الفقر إلى ترك مقاعد دراسة لإعانة أسرهم. أولاد يافعين بعمر الورد
حرام يظلون بالتقاطعات، حتى هي يعني ظاهرة غير حضارية. فحاولنا بجهودنا البسيطة جبناهم، هيئنا لهم الأجواء الدراسية. طبعا أغلبهم هم ما منتمين للمدارس. شايف هذا الحرف شلون يدور أساسي في بناء؟ حسن معلم تطوع لتدريسهم مجانا، يقول إن لكل واحد منهم قصة تحمل الكثير من الأسرار، لكنه يحاول أن يزرع في قلوبهم بذرة الأمل من جديد ويسلحهم بالعلم. كل طفل موجود في التقاطعات وراء قصة أليمة وقصة حقيقة مؤلمة، لو الشعب العراقي اطلع عليها ما كان بالتعامل السيء اللي راح نشوفه بالشارع. التجربة أنعشت الطموح لدى سجاد، فهو يحلم أن يتعلم ويهجر حياة الشارع. كذلك حسن يشاطره الحلم نفسه، وبكل عفوية يروي كلاهما كيف جار الزمان عليه. احنا في من نفرات العادة، ابوي برجله بلاتين يعني ما يقدر شيل شيء، ظل توجع رجله يشتغل تقاطع يومية 10-11 عين بين أهلي. واحد عنده يشتغل بالتقاطع الشرطة تلحق ورانا وقدام العالة ما فشلة، وهم بيها تروح تقلهم سبسم يدق عليهم الجامع يغلط عليك بيها يفشر بوشك شي تحاجي وتمشي تستهضم. ومن تحديات هذه التجربة إقناع العوائل بالتحاق أبنائهم بالمدارس، فالأطفال معيلون للأسرة كلها، ما قد يعيق استفادتهم من التعليم. ما عجزت عنه الحكومة في حماية باعة الطرقات والمتسولين من مذلة السؤال حققته هذه المبادرة التي حملت بين طياتها بعدا إنسانيا. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. وفي السماء حيث يفضل صيادوها الأشجار الروسية ويبرعون في صناعة قوارب العشاري والقائق والقلص. 40 عاما ولا يزال أبو أحمد يعمل في صناعة القوارب أو ما يعرف محليا المشحوف، فهو ينحدر من عائلة الصيادين تعلم على أيديهم صناعة القوارب. لم يهجر أبو أحمد مهنته، فهو آخر صانع لها ويسعى اليوم للحفاظ عليها وتعليمها أبنائه. احنا كان يشتغلون بها بس مو يعني مهنتهم، هم يسوون البلد بديهم يصيدون بها سمك، يعني مو مهنتهم. انا ظليت استمر بها، صارت مهنتي الرسميه هي بالضبط، وانا استعز بها. يعني عندنا العشاري والبلم والقلص، يعني عندنا بالكوفه بالنجف يسمونه قايق، وبغداد قايق يسمونه، هنا عندنا نسميه بلم. احنا بلم بانواع. من منطقة إلى أخرى تختلف أسماء القوارب وتختلف معها استخداماتها، فالقارب الواحد يحتاج إلى أكثر من 700 دولار وخشب خاص من شجرة تشام يستورد من روسيا، ويضاف خشب شجر السدر. ناس تستخدمها شغلة وراثية هي، ناس تستخدمها للصيد، وناس تستخدمها تسيح بيها، وناس تستخدمها للعبرة ما عبرة بيها، بس الأكثرية يستخدمونها للصيد. الصيد ناس على باب الله، باب رزق لهم. محمد أحد سائقي القوارب في مياه نهر الفرات، يقول إن الصيد تراجع مؤخرا، لكنه لا يزال محتفظا بقاربه، فبات اليوم يستخدمه للنزهة وعبور النهر إلى الضفة الأخرى والتواصل مع أصدقائه. قبل نستخدمه للصيد، وهسه حاليا هم للصيد، بس إحنا استثنينا عن الصيد، ما نحتاجه بعد للصيد. خليناه نعبر بيه لذاك الصوب، لاصدقائنا، لجماعتنا، عمامنا بذاك الصوب نعبر لهم. هنا كانت ترسو عشرات قوارب الصيد، لكن اصحابها الصيادين هجروها ولم يبق منهم الا عدد قليل، وعلى راسهم صانعها ابو احمد. من المثنى خليل بركات، يو تي في. حالة البحر في البصرة غدا تشير إلى أنه خفيف إلى معتدل، والموج يرتفع ليصل إلى 3 أقدام. أما الرياح فهي شمالية غربية تصل سرعتها إلى 30 كم/ساعة. يو تي في تتمنى السلامة لطواقمنا البحرية على السفن وزوارق الصيادين.
للمزيد زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. لكم مني ومن فريق العمل أجمل تحية. في أمان الله.